الأب غبريال راعي الكنيسة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. الحقيقة إحنا مبسوطين جدا جدا بالمكان وبهذا المعمار البديع. أنا عايز أعرف يعني إمتى تم بناؤه بهذه الكيفية؟ الكنيسة هنا، الكنيسة الكبيرة اللي إحنا قاعدين فيها دي مبنية في القرن الرابع الميلادي، لكن أساس الكنيسة في المغارة اللي قعدت فيها العائلة المقدسة، ودي من قبل القرن الأول الميلادي. وعلى هذا الأساس في فترة من الفترات أمرت الملكة هيلانا أن يتبني الكنيسة هنا على اسم القديسين سرجيوس وواخوس، ومن هنا جه اسم أبو سرجة. أبو سرجة ده التعبير المصري لجمع الاسمين مع بعض، بالضبط الاختصار لاسم سرجيوس وواخوس عشان تسهيلا على الشعب المصري، فبقينا بنقول أبو سرجة عشان نختصر الاسم شوية. فبنت الكنيسة في القرن الرابع على الديزاين البازيليكي، بتقسم الكنيسة لثلاث أجزاء بيفصلهم في النص الصحن موجود في النص، وبيفصلوا خمس أعمدة من اليمين ومن الشمال عمودين ورا، فيبقى العدد بتاعهم 12 اللي هما بيلمزوا لتلاميذ السيد المسيح. وفي الوش قدام هنلاقي في الجهة الشرقية هنلاقي الهيكل، وده بيبقى جوه المذبح، وده الجزء اللي خاص إن بيخش فيه الكاهن مع الشمامسة عشان بيقودوا الصلاة من خلال. أثناء الصلاة طبعا بتتفتح الأبواب والشبابيك عشان كل الشعب اللي قاعد بره هنا في الصحن يقدر يشوف ويتابع الصلاة اللي موجودة جوه. طب واحنا شايفينه ده طوب أحمر؟ جزء كبير منه طوب أحمر. طب يعني بيخش مع المداميك المباني البيضة ديت، وبيخش معاه جزء من الخشب. ده يعتبر الديزاين الأصلي للكنيسة. يعني زمان الكنيسة لما بنت في القرن الرابع اتعرضت حوالي 9 مرات للحريق، ومنها كذا مرة كان بيعاد ترميمها مرة تانية، منها في القرن الثامن، منها في القرن الـ11، ومنها المرة الأخيرة اللي هي كانت في الألفينيات، ودي اترممت ووصلت للديزاين. يعني يعاد بناءها على نفس الكيفية الأولى يعني؟ طبعا الأعمدة الأصلية موجودة منها من القرن الرابع زي ما هي، الأساسيات والحيطان كل ده موجود زي ما هو من الأساس بتاع القرن الرابع. لكن بيستكمل لو في شروق، لو في أجزاء متهدمة بيبتدي إعادة بنائها مرة تانية. بس الحقيقة إعادة البناء جميلة يعني. شكرا. أنا برضو عايز أسأل حضرتك سؤال، عرفنا منين إنه إنهم توقفوا مثلا هنا وتوقفوا في مكان تاني ومكان ثالث؟ يعني في مصر في مسار طويل للعائلة المقدسة، عرفناه إزاي؟ في جزئيتين مهمين أو بنعتمد عليهم. واحد التقليد الشفهي، الناس بتقول للبعض، وطبعا عن طريق المعجزات اللي سابها السيد المسيح كان بيرسخ أكتر فكرة إن المكان ده حصل فيه حاجة مهمة. فالمسيحيين في القرون الأولى ابتدوا يعتمدوا الأماكن ديت كمزارات وكأماكن مقدسة بيتجمعوا فيها ويصلوا مع بعض، وده اللي خلى واحد من الأماكن ديت المغارة اللي موجودة عندنا. المغارة عندنا هنا لما ننزل تحت هنلاقيها متقسمة زي الكنيسة اللي فوق، في أعمدة مقسمة لثلاث أجزاء، وده دليل على إنهم بيستخدموها من القرن الأول ككنيسة، فقاعدين وبيصلوا فيها وعارفين إن المسيح قاعد هنا. الجزء الثاني هو ممر البابا ثاؤفيلوس، والبابا ثاؤفيلوس ده البطريرك ال 23 من بطارقة الكنيسة في القبطية الأرثوذكسية في مصر. ده ظهرته الست العذراء وابتدت تحكي له المسار كامل بتاع العائلة المقدسة. فابتدى لما بيصحى من النوم إن هو يكتب في مخطوط، والمخطوط ده موجود في دير المحرق دلوقتي، بيعرف كل التفاصيل بتاعة الزيارة دي، قعدنا فين، السيد المسيح عمل معجزات إيه هنا، إيه اللي ظهر هنا، الناس قابلتنا إزاي، كتب كل التفاصيل دي موجود. طب ده شيء جميل يعني، طبعا شيء بنفخر بيه كلنا كمصريين. طبعا هل حدثت معجزات محددة في هذا المكان؟ احنا هنا مفيش معجزة مشهورة قوي اكتر من فكرة وجود العائلة المقدسة ذات نفسها. وكمان في كمان بالمغارة البير اللي شربت منه العائلة المقدسة، البير موجود، واحنا دلوقتي نشكر ربنا في الترميم الاخير ظهرناه بشكل يليق ان المصريين يشوفوه، لكن هو مازال مقفول لاختلاط المية الجوفية بيه، فالمية بتاعته غير صالحة للشرب حاليا. يعني البير ده مثلا ممتد لنهر النيل او ولا مياه جوفية ولا ايه؟ غالبا هيكون واخد من المياه الجوفية. في فكرة تانية بتقول إن المكان هنا جنب الكنيسة زمان زمان خالص أيام المسيح كان في فرع من فروع النيل واصلة، وده اللي خلى فكرة إن إحنا دايما بنرسم العائلة المقدسة بنرسم فكرة المركب، إن هما دايما بيتنقلوا في معظم الوقت بالمركب. فبيقال إن هنا المغارة في الأصل كانت فندق، كان جزء بيستضيف الضيوف، وفكرة إن إحنا جنبينا حصن بابليون كان في جزء من الجالية اليهودية موجودة هنا عايشين في مصر، فده اللي اداهم فكرة الأمان شوية، إن إحنا جايين نقعد وسط أهلنا. دي معلومة جميلة فعلاً. ناس هتفهمنا، إحنا قاعدين في وسط الناس اللي إحنا عارفينهم، وده اللي خلاهم يطولوا شوية في المكان هنا. إحنا العائلة المقدسة قعدت هنا في حدود 3 شهور ونص. وده يمكن فترة طويلة
ان باقي الاماكن كانوا بينتقلوا فيها سريعا. أيوة. لان الاماكن اللي كان بيخش فيها السيد المسيح وبيكون في جنبيها معابد للاوثان كانت الاوثان بتقع، فده اللي بيخلي الناس بتصور عليهم ويبتدوا ينقلوهم او يطردوهم من المكان دوت ويبتدوا يرتحلوا، غير فكره الجنود اللي جايين من قبل هيرودس عشان يدوروا على الطفل يسوع ويحاولوا يقتلوه. أيوة. دول سببين خلوا المسيح بينتقل في اماكن كثيره من مكان الى اخر. لكن نشكر ربنا ان هم هنا كانوا قاعدين فتره، ونشكر ربنا طبعا انه اختاروا مصر كمان، يعني العائله المقدسه تختار مصر، ده شيء عزيز على قلبنا كلنا فعلا. يعني عايز اقول كمان ان المكان هنا ليه روحانيه عاليه جدا. معظم الاجانب كمان لما بيخشوا يقولون ان في حاجه هنا روحيه جميل بنحس بيها لما بنقعد في هدوء الكنيسه ونبتدي نتامل في المكان اللي موجود حوالينا، بنحس بالروح اللي موجوده دي. فبقى المسار هنا جزء مقدس للناس، لكنها بتعمل الحج للأراضي المقدسة في القدس. يعني أشهر الأماكن المسيحية الملاصقة لهذه الكنيسة إيه؟ إحنا جنبينا في الكنيسة المعلقة. الكنيسة المعلقة دي من القرن الثالث الميلادي، وكان بتعتبر مركز للقرصي البطريركي، البابا كان بيقعد فيها. كنيسة أبو سرجة برضو ليها تقليد جميل قوي، إن كان زمان لما البابا بيترسم كان لازم يصلي أول قداس في كنيسة أبو سرجة، لأن هي تعتبر زي ما اتفقنا القدس الثانية، فكان ليها وضع مخصص ان لازم يجي البابا يصلي هنا اول قداس بعد رسمته كبطريرك. وده كان تقليد جميل يعني موجود من الاباء. في حاجه كمان، ان الكنيسه هنا قعدت فتره من القرون من القرن السابع للقرن ال 12 كرسي للاسقف بتاع مصر. احنا عارفين ان اساس البابا بابا وبطريرك الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه والاسكندريه. الكرسي البطريركي في الاصل كان في اسكندريه. أيوه. لان مريمورقس لما جه بشر في اسكندريه. فكان بالتالي في مصر هنا كان يحكمها الأسقف، والأسقف ده يعتبر الخليفة أو النائب بتاع البابا اللي بيدير أمور الكنائس في مصر. كان الكرسي البطريركي ده موجود في كنيسة أبو سرجة ما بين القرن السابع للقرن الاثناشر.